المركز الخامس في فرع الريادة أو الفرع التجاري بمعدل يبلغ 98.9%. طبعا نحن الآن متواجدين لنقل التبريكات من تلفزيون فلسطين لهذه الطالبة المتفوقة حصولها على هذا المعدل العالي. صباح الخير لك رؤى ومبارك هذا النجاح. صباح الورد. أهلا. يعني بداية لو تحكي لنا لمين تهدي هالنجاح، ولو تحكي لنا عنه وتوصفي لنا شعورك خلال لحظة معرفتك بالنتيجة. أول إشي الحمد لله رب العالمين، كله بفضل رب العالمين. بحب أتشكر أهلي إنهم وقفوا في حدي في هاي الفترة، وكل ودور المدرسة اللي هو مكمل دور الأهل. أنا مبسوطة كثير إنه قدرت إني أفرح أهلي في هذا المعدل. أنا مبسوطة كتير. لكن إيش ناوية تتخصصي بالجامعة بعد حصولك عليك معدل؟ ممكن إني أتخصص في الشريعة. الشريعة في جامعة النجاح. يعني بالتوفيق. لو تحكي لنا، دائما كل طالب توجيهي في تحديات بتمر فيه خلال العام الدراسي، لو تحكي لنا كيف مرت عليك هالسنة الدراسية الصعبة واللي تعتبر صعبة لجميع طلاب الثانوي العام. طبعا كان في صعوبات يعني في تنظيم الوقت، يعني صعب انك تلتزمي، يعني خلال السنوات كان في فترة كورونا بتعرفي، فكان في فترة انه خمول كنا خاملين، بعدين في فترة توجيهي انه اضطرينا انه ننظم وقتنا، نعرف يعني انه نلتزم في الوقت. بس توصفي لنا اكثر فرحتك بهالمعدل ورساله منك لطلبة التوجيهي في العام الدراسي المقبل. اول شيء الحمد لله رب العالمين. رسالتي للطلبه انه يبذلوا جهدهم في هاي السنه، لانها يعني يبذلوا جهدهم انهم ما يندموا، يشدوا حيلهم، يدرسوا، وتنظيم الوقت أهم إشي، وما يتكاسلوا. بالتوفيق لك في مرحلتك الجامعية، ومبارك مرة أخرى هذا النجاح. نستضيف أيضا ريما أو ضياء، والد الطالبة رؤى جمال وهدان، والذي كان متفوقا أيضا في دراسته خلال الثانوية العامة في قبل سنوات كثيرة. يعني يمكن القول أن النجاح والعلامات العالية هي بالجينات في لدى هذه العائلة. يسعد صباحكم ومبارك نجاح رؤى. يسعد صباحكم وبارك الله فيكم ويرضى عليكم. يعني دائما الأهل لهم دور كبير في نجاح الأولاد، توفير يعني الظروف والأجواء المناسبة للطلاب للقيام بواجبهم الدراسي على أكمل وجه. لو تحكينا عن دوركم ومعاناتكم، أو نحكي عن السنة كيف مرت عليكم خلال هذا العام مع نجاح رؤى. الحمد لله رب العالمين. أول شيء هي بنت مجتهدة ومنظمة حالها لحالها، احنا ساعدنا يعني بتعب الأهل. صحيح فترة التوجيه لكل الأهل بشكل عام في الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين كلها هي متعبة للأهل، مرهقة للطلاب وللأهل مع بعضهم البعض. الحمد لله رب العالمين، يعني اجتزنا المرحلة، كانت متعبة صحيح، لكن يعني الاجتهاد والتنظيم كان هو الأساس في أنها حصلت على معدل عالي. يعني دائما في هناك تحديات، ظروف صعبة بتمر بها العائلة، منها ما مريت فيها من حالة وفاة لدى هذه العائلة، لكن رؤى أصرت تدخل الفرحة لهالمنزل من خلال نجاحها بالثانوية الثانوية العامة. كلمة أخيرة منك. والله هي مجتهدة، والظروف اللي مرت فيها ظروف صعبة صحيح، يعني حالة الوفاة اللي صارت عندنا في العائلة أربكتها شوية، لكن رجعت الحمد لله رب العالمين واستقر الوضع وتابعت دراستها، والأمور إن شاء الله رب العالمين كانت جيدة. مبارك مرة أخرى وبالتوفيق لرؤى، ومبارك لجميع الناجحين سواء في محافظة طواس أو في كافة محافظات الوطن. يعني زملائي كانت هذه الصورة من منزل الطالبة رؤى جمال وهدان الحاصلة على المركز الخامس في فرع ريادة الأعمال بمعدل 98.9%. عودة إليكم زملائي. نعم، شكرا جزيلا لك زميلة مي المصري، ونبارك طبعا هذا النجاح هذا التميز. وحابة أشير لنقطة أيضا بضرورة طبعا زيارة عائلات أبنائنا اللي كان الذين ارتقوا شهداء، والذين كان من المفترض أن يتم إعلان نتائجهم اليوم. هناك أيضا من أبناء شعبنا الذين كان من المفترض أن يتم إعلان نتائجهم وتم صحيح.